بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طلاب الغاليين أهلا بكم. إن شاء الله رب العالمين هنكمل مع بعض في كتاب أول إن ون. الكتاب ده فيه 30 امتحان، 15 تقريبا امتحان جزئي و لا 14 جزئي و16 شامل. إحنا حلينا فيهم جزء كبير الحمد لله، خمسة وخمسة تقريبا، ده الخامس، وهناك برضو في خمسة، يعني في 10 امتحانات. الامتحانات دي كلها فيها أفكار محترمة تليق إنها تيجي في الامتحان بصراحة. هنبدا نحلهم كده ونكمل فيهم مع بعض. عايزك ايام اللغه العربيه دي انت ما تسيبش 10 ايام بس، يعني ما تسيبش 10 ايام كاملين للغه العربيه، لانك انت هتمل. نصيحتي ليك انك انت تذاكر عربي على قد ما تقدر طبعا، اكيد يعني معظم وقتك في ال 10 ايام اللي في شهر 7 دول يكون العربي، ولكن لازم تحل لك في اليوم مثلا امتحان انجليزي، امتحان فيزياء، خطف كده سريع وانت بتذاكر عربي عشان ما تملش، لانك تقعد طول النهار قدام الكتاب العربي فده شيء مستفز. هنكمل مع بعض في الكتاب ده، هنحل اكبر قدر منه ان شاء الله، يعني او هنحاول نحل كله كاملا بامر الله قبل ما تخش على العربي. أول سؤال بيقول لي we must remove that black spot. spot يعني بقعة، يجب علينا أن نزيل هذه البقعة السوداء. السينونيم الكلمة اللي بتساوي كلمة remove هي مين؟ include يعني يشمل أو يشتمل على. clear away دي معناها يزيل، بالظبط زي كلمة remove. certify يعني يشهد. fasten يعني يثبت، طبعا يبقى clear away بتساوي remove. وخد بالك ما تنساش يعني في كلمة اسمها clear up. clear up دي بتساوي كلمة clean يعني ينظف، وممكن نستخدم بدلا منها كلمة clarify بمعنى يوضح. يبقى انت معاك كده clear away بتساوي remove، لكن clear up بتساوي clean وبتساوي clarify. life is full of stress، الحياة مليئة بالضغط، stress and pressure، والتوتر او الضغوط يعني. العكس، عكس كلمة pressure، pressure اللي هو التوتر والضغط، عكسها الاسترخاء والارتياح اللي هو اسمه relaxation. بعد كده بيقول لك رقم 3، there is a message for Sarah، في رسالة لسارة. is she not، هل هي ايه؟ ايش شي نيرباي يعني اقصد اقول لكم هل هي نيرباي؟ نيرباي يعني بالقريب، بالقرب من هنا او موجوده. انت عارف ان كلمه اباوت دي بتساوي كلمه نيرباي، بتساوي كلمه ان، او بتساوي كلمه هير كمان يعني هنا. فانا لما اقول لك في رساله لساره، ايز شي هير، او ايز شي ان، او ايز شي اباوت، او ايز شي نيرباي، الاربعه كده كلهم معناهم هل هي قريبه من هنا، هل هي هنا. ماي انكل از ا جورنالست، شغال صحفي او صحفي يعني في اللغه العربيه. هي رايتس الاهرام نيوز بيبر. قبل ما نحل السؤال ده عايزك تفتكر معايا وتعرف ان رايت اباوت يعني يكتب عن. دونت رايت اباوت مي اجين، ما تكتبش عني مره ثانيه لو سمحت. طب رايت فور يعني يكتب في جريده او في مجله، يعني يكتب في مجله او جريده. طيب رايت تو يعني يكتب الى شخص، يكتب الى شخص. فاقول لك مثلا ديد يو رايت تو عمر، هو انت كتبت لعمر اي رسائل الفتره دي؟ وممكن اقول رايت ا ليتر يعني يكتب خطابا ثانكينج يعني شاكرا من غير حرف جر خالص اهو. thanking me. ممكن اقول لك he wrote a letter thanking me يعني هو كتب لي خطاب يشكرني. وعايز اقول لك مثلا كتب خطاب يوضح لي موقفه، يبقى he wrote a letter clarifying his situation. المهم هنا جايب لي في الجمله الاهرام النيوز بيبر، يبقى كده في مجله او جريده، فنقول فور على طول اللي هي رايت فور. he is specialized studying heat light and other forms of energy، بيدرس الحراره والضوء واشكال الطاقه الاخرى، يبقى ده physicist اللي هو عالم الفيزياء. changes occur التغيرات بتحصل in the body because of the of aging. aging اللي هو العمر. بيقول لك ان التغيرات بتحصل في جسم الانسان بسبب ايه؟ العمر. discipline اللي هو الادب والتاديب ومعناها مجال. production انتاج. operation عمليه جراحيه. وبروسيس معناها عمليه تطوريه، يبقى دي process of aging اللي هي عمليه العمر او التقدم في العمر. we have not some charities lately they have been set up by civic institutions معناها منظمات مدنية. احنا عددا من المنظمات الخيرية مؤخرا، هم تم تأسيسهم بواسطة كذا. يبقى انت هتقول لي احنا أسسنا، يؤسس دي اللي هي معناها يبني اللي هي فاوند يعني، بس انت هنا جايب لي هاف وهاز، فالمفروض بعدهم باست بارتيسيبل، فعشان كده ناخد فاوندد. مش فاهم الحتة دي، هقول لك اديني بس اذنك لحظة واحدة. انت عارف ان كلمة فايند يعني يجد، والماضي منها فاوند، والتصريف الثالث منها برضه فاوند. في كلمة بقى اسمها فاوند اللي معناها يبني او يؤسس، البوست بارتيسيبل والتصريف الثاني منها اسمه فاوندد. فانت بتقول وي هاف، فتاخد هاف فاوندد اللي هي البوست بارتيسيبل. نرجع تاني. 8 بيقول ذا بروسيشن الموكب اوف انشنت ايجيبشن موميز، الموكب بتاع المومياوات المصرية القديمة. ووز اسيفلايزد اند هيستوريك، ايه؟ كان ايه تاريخيا ومدنيا؟ اوديسي اللي هي قصة او قصة طويلة يعني. ايساي مقال، ايز يعني ارتياح او يريح، وايزنس اللي هي الراحه. طبعا اكيد اوديسي اللي هي عباره عن قصه تاريخيه وحضاريه. نيفر اي اور بولي ويك بيبل، لا تعمل ايه ولا يعني تبلطج على يعني الناس الضعفاء. واتيفر هابنس، واتيفر هابنس ايا ما كان الذي حدث. اس ات از ذا ديد اوف
كاوردز، لان ده سلوك الناس. ديد معناها سلوك او فعل يعني الناس الجبناء. ثريت معناها تهديد، ثريتن يعني يهدد، ثريتنينج معناها مهدد او تهديدي او تهديدي، كلمه ثريتن معناها هددة. انا بقول لك لا تهدد، يبقى never threaten. التنس تشامبيونشيبس في بطولات التنس، rain may sometimes play، المطر ربما يعمل ايه في اللعب، المطر ربما يعيق او يوقف. طب كلمه يعيق او يوقف دي اسمها interrupt. interrupt معناها يقاطع اصلا، حافظينها بمعنى كده برضو. هنا interrupt معناها يوقف او يعيق اللعب. ممكن نستخدم بدل الكلمه دي كلمه hinder برضو معناها يعيق. I'd like to not a modern version of Microsoft Office program. انا عايز اسطب، انزل، اثبت برنامج اوفيس جديد. يثبت اللي هي اسمها انستول. خد بالك ستول ده اللي هو الكشك. والكلمه الثانيه المهمه كلمه انستيل، دي معناها يغرس. يغرس. كان في جمله في الامتحان قبل كده كانت بتقول في الترجمه يجب علينا ان نغرس القيم، فاحنا بقى هنقول انستيل فاليوز. انستيل فاليوز يعني يغرس القيم في نفوس الاطفال او الطلاب. بقي معانا كلمه ستيل اللي معناها انشنت، زي معناها زي كلمه قديم كده زي انشنت واولد. طيب احنا في 12. science has made the A visible thanks to modern inventions. بقول لك ان العلم جعل ايه؟ جعله مرئيا بفضل الاختراعات الحديثه. invisible يعني غير مرئي، visible يعني مرئي زيها زي الفوق، visual يعني بصري، حاجه بتشاف بالعينين، virtual يعني افتراضي، اكيد invisible. الجمله معناها بالعربي كده ان العلوم او العلم جعل الاشياء الغير مرئيه جعلها مرئيه. مستر ادم از انوت، هي از فروم بولندا، هو من بولندا. لو انت فاكر كلمه بول دي قلنا معناها ماسوره ومعناها بولندي، يعني واحد من بولندا، فروم بولند نقول عليه بول، وبرده معناها ساريه طبعا، ماسوره او ساريه. وكان كمان معناها القطب، فلما نقول نورث بول وساوث بول، القطب الشمالي جنوبي شرقي قطب يعني. وي سي نو اي وذاوت بينز، الحكمة بتقول no gains without pains، يعني كل شيء بيحدث ولكن بصعوبة، يعني انت محتاج تبذل مجهود اكبر. no gains without pains، مفيش حاجة بتيجي بسهولة، معناها كده. a not is a situation when neither side is an argument battle can win. المصطلح اللي هو مين في دول، اللي معناه ان مفيش ولا جانب من الجانبين منتصر. المصطلح ده استخدمناه في القصة لما كان رودل فراسندل وسابت بيقنعوا فريتز ان الدوك مايكل ما يقدرش يعلن حاجة ان راسندل بيمثل او كده، فقال it is stalemate. stalemate هنا كان معناها موقف متساوي. طيب ميت رفيق طبعا، وستيل يعني قديم خدناه قبل كده، وانستول انستولمنت اللي هي معناها التقسيط او القسط اللي انت بتدفعه للشيء. some thieves stole my car، كلمه thief يعني لص، وكلمه thief يسرق برضو، يعني بيقول لك it's thieved يعني يسرق. ستول سرقوا ماي كار a week ago، سرقوا عربيتي منذ اسبوع، يبقى انا جريد تو من سيارتي، يبقى اي ووز رابد اللي هي رقم A، رقم B. وكان ممكن نقول اي ووز سيفد، ماي كار ووز سيفد يعني سيارتي سرقت، او ماي كار ووز ستولن سيارتي سرقت. تاني كده ماي كار ووز ستولن، ماي كار ووز سيفد، او اي ووز رابد. ايه الفكره في الموضوع؟ الفكره في الموضوع ده كالتالي، ان احنا بنقول ستيل ونجيب بعدها الحاجه اللي احنا سرقناها اللي هي الكار مثلا، او انك تقول رب شخص اوف الشيء اللي اتسرق منه. فممكن تقول مثلا someone stole my car، او I was robbed، I was robbed of my car، انا جريته من سيارتي، او someone robbed عمر of his car، يعني جرد عمر من سيارته يعني سرقها. It not that Egypt is the cradle of early civilization، أن مصر هي مهد الحضارة الأولى. طبعا يقال، يقال ده مجهول، يبقى عايزين فيرب تو بي باست بارتيسيبل. نوز دي معلوم، از نون طبعا اللي تنفع، از نوينج دي معلوم، از بينج نون. في الجملة بالعربي باللغة العربية أصلا أنت بتقول يعرف، إحنا لو ترجمنا رقم بي يعرف، لو ترجمنا دي برضه وفقا للترجمة هتبقى يعرف، ولكن أنت عارف إن كلمة نو لا تأتي في المستمر، في المستمر لأ. بعد كده فاروق الفيشاوي was thought to not cancer before his death. فاروق الفيشاوي كان يعتقد انه كان عنده السرطان قبل ما يموت. انت عارف لو قلت was thought to والمصدر، يبقى كده الجمله معناها مضارع، ترجمتها مضارع. لو انت قلت لي to have والباست بارتيسيبل، يبقى كده الجمله في الماضي. طيب عايزك تفهم حته كويس، لو انت قلت لي thought to have، يبقى يعتقد انه عنده السرطان.
لو انت قلت لي السو تو هاف هاد يبقى ده ماضي، فبالتالي احنا ناخد هاف هاد لان الجمله زمانها ماضي. طب ليه ما نقولهاش مضارع؟ ما قال لك بيفور هيز ديس، يعني مات الراجل كده يبقى الجمله انتهت. With regard to this matter، بأخذنا في الاعتبار هذه القضية، there is nothing more، ليس هناك شيئا أكثر من ذلك يمكن أن يفعل ولا يفعل؟ لا يفعل. طيب وبالتالي أنت عايز مبني المجهول يبقى to be past participle to be done. Don't let yourself be past participle على طول. طيب يبقى don't let yourself be heard، يعني لا تسمح لنفسك، لا تجعل نفسك مسموعا أن تسمع. A plane over the Atlantic Ocean last week، طائرة اصطدمت، اصطدم ده معلوم يبقى كراشد. الجمله دي عايز تعرف فيها ان كلمه كراش دي معناها يصطدم كفيرب ومعناها صدام كنون. يعني لما نيجي مثلا في جمله ونقول a plane crash، يعني صدام طائره، caused the death of 10 people، يعني صدام طائره سبب، خد بالك بين كراش معناها صدام طائره، حادثه طياره يعني، caused سببت. This flat needs a، انت عارف ان كلمة need دي عم لها حاجة من اتنين، يا اما to في المجهول يعني to be past participle، او انك تقول need والفعل بعدها مضاف له ing مباشرة. انت عايز تقول الشقة تحتاج ان تنفض، يبقى to be dusted او dusting. انا في الاختيارات قدامي dusting اللي هي رقم ايه، وكان ممكن اقول لك to be dusted. طب ما هو في هنا to be اهي، بس هنا dusting، احنا عايزين dusted. Mother was furious and caused me not the floor of the kitchen، امي كانت زعلانه مني وجعلتني انظفه. انت عارف ان كوز مفعول تو المصدر، انتبه في دي كويس جدا، يبقى caused me to clean اللي هي رقم ايه. امال امتى ناخد كلين يا مستر؟ لو قال لك and made me clean، make مفعول مصدر، وكان ممكن تقول I was made to clean، ده معناها اجبرته. يبقى انت كده قدامك رقم واحد كوز مفعول تو المصدر، make مفعول مصدر، be made to المصدر. Don't worry، لا تقلق، we will get your car like new، بص لا تقلق سنجعل سيارتك تسير كما لو كانت جديدة. أنا عارف يا مستر تسير ده معلوم، فأنا عارف إن جيت في المعلوم قدامها تو المصدر، ده احتمال. الاحتمال الثاني إن يكون بعدها فعل مضاف له ING، في هنا تو المصدر، لا يبقى تاخد هنا ING وأنت ساكت. طيب دي لو have كنا هنقول I will have your car running أو have your car run. I'd like to والمصدر لو معلوم، to be past participle لو مجهول. طب ما تيجي نشوف، انا اريد ان ايه، I couldn't find the mechanic yesterday، انا لم استطع ان اجد الميكانيكي بالامس. I'd like، انا اريد ان تصلح سيارتي بواسطة الميكانيكي، يبقى I'd like to have my car repaired. ركز في دي كده عشان احنا هنا ندخل على حتة جديدة اكتبها تحت. ممكن اقول لك I'd like to have my car repaired، وبالمناسبة ممكن بدل to have يبقى to get. يبقى انت كده قدامك احتمال الاولاني to have my car repaired، الاحتمال الثاني to get my car repaired، الاحتمال الثالث وده الجديد بقى انك I'd like my car repaired، انا اريد سيارتي ان تصلح. وممكن تقول I'd like my food cooked. هنا في الجمله بقى I'd like مفيش تو هات خالص، حلو. طيب يبقى I'd like my car repaired اللي هي رقم C. 26 she is so angry as she her application refused. انت من الجمله كده جايب لك مفعول وبعدين past participle، يبقى انا كده ينفع معايا هنا have وينفع معايا get، حلو. طيب كون الجمله فيها is فانا عايز مضارع تام، فانا عايز she has had و she has got. قدامي she has got وقدامي she has had، يبقى الاثنين دول صح. Last week we not in our new house the communication company technician did that. لاحظ ان قال لك، هو بيقول لك الجمله الثانيه عشان يبين لك ان مش احنا اللي عملنا الحاجه، اللي هي ايه بقى، احنا تم تركيب تليفون لينا. طبعا لاست ويك الاسبوع الماضي فده ماضي، حلو. طيب فهنقول بقى هاد التليفون انستولد، دي صح. وير انستولد ده مجهول، هاد ده لو ماضي تام، واحنا قدامنا لاست ويك اسبوع ماضي يعني ماضي بسيط. انستولد يبقى احنا عملناها بنفسنا، ما ينفعش، لان قال لك ان الفن اللي عملها يبقى رقم ايه اللي صح. 28 I had my PhD translated into English، حد ترجم لي اللغه رساله الدكتوراه بتاعتي للغه الانجليزيه. ده معناها حد، خد بالك لما تقول لي I had مفعول past participle يبقى حد اللي عملها لك. I translated it by myself، لا طب انا عايز اخليها ايه، عايز اخلي دي تنفع، يبقى هنقول I translated my PhD into English لو انت عايز تختار الاولانيه. طب no one helped me، ما هو دي بنفس المعنى اللي فوق، ما حدش ساعدني انا عملتها بنفسي.
طب I had no assistance، ما حدش ساعدني، ما هو برضو دي زيهم بالظبط. يبقى الإجابة نمبر دي someone translated it for me، حد ترجمها لي. القطعة بقى A pilot، الطيار، can't fly a plane by sight alone، الطيار ما ينفعش يطير الطائرة لوحده كده بالرؤية. In many conditions، في كثير من الظروف، زي مثلا flying at night، إن هو يطير بالليل. And landing in dense، أو إن هو ينزل في مكان كثيف بالفوق الضباب. A pilot must use radar، لازم يستخدم الرادار. An alternative way of navigating، هي طريقة من طرق التجول البديلة. Since humans eyes are not very good at determining speeds، لأن عين البشر غير جيدة في تحديد السرعة. Of approaching objects، السرعة الأجسام اللي احنا بنصل إليها. الرادار can show a pilot how fast nearby planes are moving، الرادار ده ممكن يساعدنا كطيارين في ان احنا نعرف مدى سرعة الأجسام اللي ماشية بجوارنا. The basic principle of radar is exemplified by what happens when one shouts in a cave. احنا ممكن نجسد او نوضح الموضوع ده عن طريق ازاي، او ان احنا نشبهها لما حد يصرخ في كهف. The echo اللي هو الصدى of the sounds against the walls helps a person determine the size of the cave. لو الصوت ارتد بسرعة يبقى الكهف ده ضيق، لو الصوت فضل ماشي فترة طويلة وبعدين ارتد بعدها فده معناه ان الكهف بعيد او واسع. With radar، باستخدام الرادار however، بالرغم من كده يعني باستخدام الرادار، the waves are radio waves instead of sound. نفس القصة برضو في حالة الرادار، بدل ما احنا بنشبهها بالصوت لا، الرادار ده هنا فيه موجات. Radio waves travel at the speed of، بتسافر في سرعة of light، بسرعة الضوء. About 300,000 kilometers in one second، في 300,000 كيلو متر في الثانية. الرادار ست جهاز الرادار ده sends out a short burst of radiation، الرادار بيبعت او بينطلق منه جزء من الصوت يعني من الاشعاع او موجات الاشعاع. Then it receives، وثم هو يتلقى من هو الرادار. The echoes produced when the waves bouches of the objects، بتلقى الصوت لما يصطدم بأجسام أخرى. By determining the time it takes، لما الرادار ده بنفسه بيحسب الوقت اللي الصوت أو الصدى انتقل فيه للجسم ده ورد منه تاني. A trained technician، الشخص الفني المدرب، can determine the distance between the radar set and other objects، الشخص المدرب بيعرف يحسب المسافة بين الرادار وبين الجسم التاني. The word radar، كلمة رادار أصلا في الحقيقة gets its name from the term radio detection and ranging، يعني بتاخد اسمها من التحديد الصوتي أو تحديد الأشعة يعني، أو تحديد نطاق. كلمة ranging اللي هو نطاق. Ranging is a term for detection، ranging اللي هو نطاق ده هو المصطلح اللي بنستخدمه عشان نحدد المسافة بين الشيء الجسم والرادار. طبعا ستنا معناها جهاز. Besides being of critical importance، بالاضافه ان هو ذات قيمه، critical هنا مش معناها نقدي، معناها قيمه كبيره او واضحه بالنسبه للطيارين. الرادار ده is essential for air traffic controls، tracking ship، هو مهم في التحكم في اي مركبه بتمشي في الفضاء. tracking ships، تعقب السفن at sea في البحر. and for tracking weather systems and storms، واحنا هنتعقب انظمه الطقس والعواصف. أول سؤال، what is the main topic of this passage؟ إيه العنوان الرئيسي؟ بيحكي لي عن إيه في القطعة دي؟ عن الرادار. تعال نشوف بقى. The nature of radar، طبيعة الرادار، بيحكي لك عن طبيعة الرادار وإزاي بيشتغل الرادار وإزاي بيعمل صدى وإزاي الأمواج بتمشي. أنواع الرانجينج، أنواع النطاقات. alternatives to radar، بدائل الرادار، ما حكاليش عن أي بديل للرادار هنا. history، حكى لك عن تاريخ اختراعه سنة كام وسنة كام حصل كذا وكذا. لا ما حصلش. The closest antonym، أقرب antonym، وده كتاب محترم إنه يعمل كلمة antonym بخط كبير كده عشان يبين لك هو عايز إيه. To the underlined word dense، كلمة dense دي معناها كثيف. حلو، الكلمة بقى العكسها. طيب كلمة cold يعني بارد، wet مبلل، كلمة thick معناها سمين أو كثيف، يبقى دي كده synonym. احنا مش عايزين synonym، عايزين عكس، اللي هو كلمة thin اللي معناها رفيع أو رقيق. الكثيف عكسه رفيع أو رقيق. According to the passage، وفقا للقطعة، what can radar detect besides location of the subject، وفقا للقطعة، ايه اللي ممكن الرادار يحدده لنا بالإضافة إلى هنا بحدد الموقع؟ هو قالك بحدد الموقع والمسافة، يبقى speed. The word shouts as used in the passage is most similar in meaning to the word، كلمة shout بتساوي في المعنى كلمة يا ترى. eavesdrops دي بتساوي كلمة بتصنت اللي هي اسمها over here، over
هير. كانت فين في القصه؟ لما كان رول فاسندر وسبت كان بيشيلوا الملك عشان يخبوه في السيلر، وبعدين اكتشفوا ان جوهانس ماذر اوفر هيرد زيم، تسلطت عليهم. كلمه يولز دي معناها يصيح او يصرخ، طبعا صاح كونفيس يعترف، ويسبر يهمس، طبعا يبقى هو عايز الكلمه ديت السيلر ايمينينج بتساوي كلمه ايه؟ يبقى بتساوي يولز. طب اللي هو عايز عكسها، ده العكس، ويسبر يهمس. يهمس دي معناها تو سبيك تو سم وان ان ا واي ذات اذر بيبل دونت هير يو، انك تكلم شخص بطريقه الاخرين ما يسمعوش. ايه من دول؟ الكلمات دي بتوصف التون اللي في المسج. التون اللي هو مين؟ الطريقه اللي الراجل بيحكي لي عنها. طريقه ايه؟ ارجومنتاتيف، يعني بيقارن حاجتين ببعض وبيجادل. ايماجينيتيف، تخيليه. والاكس بلاناتوري، وصفيه وتفسيريه. تفسيريه بدقه، عمال يقول لك الرادار بيبعت الصوت، والصوت ما اعرفش بيعمل ايه، وبعدين بيرجع، والطيران كده. طبعا هيومرس دي معناها فكاهي، فده مش موجود. كلمه ات زي ما قلنا في القطعه بتشير لمين؟ للرادار ست، اللي هو جهاز الرادار. which of this waves، ايه من الامواج does radar use، الرادار بيستخدم امواجات الراديو زي ما قال لك، يبقى رقم سي. وفقا للقطعه which of the following is not true، ايه من دول مش صح؟ رادار كان show a pilot how fast، سرعه الاجسام او الطائرات المقابله، ده سرعتها والمسافه بينها وبينها كمان، دي كده ما تنفعش لان هي صح، هو عايز اللي مش صح. رادار كان اول تراك شيبس، ممكن فقط تتبع السفن اللي في البحر، لا بتتبع السفن والطيارات وحاجات كتير، يبقى رقم بي هي اللي مش صح. ركز، هو بيقول لك ايه من دول مش صح وفقا للقطعه. which of the following would mostly likely be the topic of the next paragraph، يعني ايه من دول اللي هو اكثر عرضه لان، او يعني انت محتمل انك تقراه بعد كده. other uses of radar، استخدامات اخرى للرادار. other technology used in pilots، التكنولوجيا الاخرى اللي بتستخدم بواسطه الطيارين. uses of sonar technology، استخدام تكنولوجيا السونار. history of flying، تاريخ الطيران، لا. طب ليه انت رفضت ده كله؟ عشان حضرتك الباراجراف ده السيسس بتاعته او التوبك سنتنس بتاعته بيحكي عن الرادار، فما ينفعش يتكلم عن الرادار ويقابلني على موضوع تاني زي ما بيحصل. يبقى كده المفروض رقم ايه؟ other uses of radar، او اي حاجه لها علاقه بالرادار كانت تبقى صح. what might be inferred about radar، ايه اللي احنا ممكن نستنتجه عن الرادار؟ رقم واحد، it gave birth to the invention of airplane، يعني هو مولد او هو السبب في ان احنا اخترعنا الطيران، لا. it takes the place of radio، بتاخد مكان الراديو، نسمع عليها كده اغاني وبتاع، لا برضو. developed from study of sound waves، هي اتطورت من دراسه الصوت والامواج، ملهاش علاقه برضو، ده هي اصلا قائمه على الامواج. يبقى رقم دي it has improved navigation، ان هي حسنت من الطيران وامان الطيران. بعد كده الترجمه، علينا ان نتسلح بشجاعه فنقول لا للسلوك العشوائي الذي يؤدي للكوارث. ايه زي ما احنا متعودين الاجابه رقم دي اللي هي must arm ourselves with courage، بالشجاعه، and say no to random behavior leading to catastrophes. احنا قلنا كده الاجابه رقم دي صح، بس زي ما احنا متعودين ليه دول غلط؟ الاولانيه بيقول لك we must arms، ودي مصيبه، لازم must المصدر بعديها. الثانيه we must armed، برضه مصيبه ثانيه، لازم must والمصدر. طيب اللي بعدها we shoot gun، gun يعني بندقيه، المفروض تبقى arm. ourselves with courages، المفروض ان الشجاعه اسم لا يعد، فعشان كده دي غلط. وفي اخر الجمله برضو قال لك كاتاستروفي، كارثه، مفرد، بالرغم ان هي في الجمله كوارث، يبقى كده ثلاث كلمات غلط. الجمله الثانيه، على الحكومه ان تقوم بإعداد خطه طوارئ لمواجهه الحوادث المحتمله. الترجمه الصحيحه هي رقم بي اللي هي the government should prepare an emergency plan to confront any possible accidents. كلمه confront دي معناها يواجه، كان ممكن نحط مكانها فيس، عادي كانت تنفع. طيب الاولى غلط ليه؟ الاولى غلط لانه قال لك to face any probably accidents، المفروض تبقى بدل probably probable او possible. طيب رقم سي غلط ليه؟ عشان فيها في الاخر خالص قال لك incidents. incidents هو بيتكلم على الحوادث، الحوادث لما عربيه تخبط في عربيه وكده وحادثه تحصل، فدي اسمها accident مش incident. incident الاحداث البسيطه، وانت ماشي في الشارع لقيت قلم، ده ما تسموهوش accident ولا تسميه event، تسميه incident، يعني حدث بسيط، حدث تافه بيحصل في حياتك. طيب اللي بعدها رقم دي الغلط فيها ايه؟ بيقول لك should prepare an urgent plans، يعني ينفع ان مع plans، ينفع ان مع الجمع، ده عيب حتى يعني. فكده الجمله دي خلصت. بعد كده رقم 41 بيقول لك ايه بوسيبل نيوكلير، ما اعرفش ايه كده. المهم الترجمه الصحيحه هنا رقم ايه؟ اي حرب نوويه محتمله ربما تؤدي الى انقراض البشر وانتهاء الحياه على كوكب الارض. الجمله كده صح. طيب الجمله الثانيه غلط ليه؟ بيقول لك اي حرب نوويه مؤكده، وفي الجمله قال لك اني بوسيبل محتمله، يبقى كده غلط. اللي بعدها برضو رقم 3 او سي، اي حرب نوويه محتمله ربما تؤدي الى اصابه البشر وانتهاء المهم.
هو قال لك هنا تؤدي الى اصابه البشر، وده غلط. هو قال لك تؤدي الى انقراض البشر في الجمله هنا. بص معايا كده، تو اكستنكشن انقراض مش اصابه. بعد كده رقم دي بيقول لك اي حرب نوويه ربما تؤدي الى انقراض البشر واستمرار الحياه. لا ما قالكش استمرار الحياه، هو فقط قال لك اند ذاتر كانت فين اند ذا تيرمينيشن اوف لايف. تيرمينيشن دي معناها توقف او انتهاء او القضاء على. يبقى انا هنا في الجمله الانتهاء، لكن دي قال لك فيها استمرار. الجمله اللي بعد كده الترجمه الصحيحه في دول رقم دي اللي صح الاخيره. طيب الباقيين غلط ليه؟ الجمله بيقول لك بينت الدراسات الحديثه ان تلوث الهواء له اثار ضاره بعيده المدى على البشر والبيئه. دي له اثار وقتيه، ما قالكش وقتيه، قال لك has far reaching يعني بعيده المدى. طب دي اثار مفيده؟ لا غلط. اثار ايجابيه برضو غلط. طيب بعد كده more the options that best describe the supporting sentence. ايه من دول بيوصفها لنا؟ رقم ايه؟ زي كم افتر ذا توبك سنتنس، بيجي بعد التوبك سنتنس. اه ما انا عارف ان انا عندي توبك سنتنس وبعدين سبورتنج سنتنس وبعدين كونكلودنج سنتنس. يبقى هي بتيجي بعد السبورتنج سنتنس، بتيجي بعد التوبك سنتنس ميكنج اب ذا بودي وبتكون في البودي اوف ذا باراجراف. دي صح. وان سبورتنج سنتنس از انف، يعني واحده بس من السبورتنج سنتنس كفايه؟ لا. زي ماست ديفلوب ذا مين توبك اوف ذا باراجراف، بيطوروا الفكره الاساسيه. يبقى صح. يبقى كده انا معايا رقم ايه ومعايا رقم دي، الاثنين صح. يبقى ايه اند ايه دي زي ما هو عامل. 44 which of the following statements is true. ايه من دول صحيح؟ ايه من الجمل اللي تحت دي صحيح؟ اول واحده ما تستخدمش السيمي كولون لو في اتصال بين الجمل. لا ده احنا بنستخدمها لما يكون في اتصال، والا هنستخدمها ليه؟ عشان نعطف ايه على ايه؟ طيب اللي بعدها use semi colon only if there is a close connection. استخدم السيمي كولون فقط لو في اتصال بين الجمل. اه صح. insert semi colon to divide two unrelated ملهمش علاقه. لا ما هو لو هم ملهمش علاقه نستخدم السيمي كولون ازاي؟ don't use semi colon if there is not connection. رقم دي ورقم بي بنفس المعنى، يبقى كده دي وبي الاثنين صح. which sentence is punctuated correctly. ايه من الجمل دي معمول لها ترقيم صحيح؟ اقرا معايا. بيقول لك the twins exchanged looks، تبادلوا النظرات. comma and tis said quietly، وبعدين كما قبل الكلام اللي اتقال، وفي الاخر نقطه. يبقى الجمله دي مظبوطه. طيب الجمله الثانيه the twins exchanged looks comma and tis said quietly، وبعدين حاطين نقطه وبعدين قال الكلام، فتغلط فتبقى كما. وهنا عمل لي سيمي كولون، اعمل لي كولون، وهنا عمل لي سيمي، كلهم غلط. لازم كان يبقى هنا كما وبعدين الكلام والاخر نقطه. فيبقى thesis statement. thesis statement اللي هي الجمله الاساسيه. يعني ايه الجمله الاساسيه؟ طيب احنا نفترض الباراجراف اللي احنا كنا بنحكي عنه دلوقتي هنا كنا بنقرا في القطعه دلوقتي. اول حاجه كده بيقول لك ايه؟ a pilot can't fly a plane sight alone. الطيار ما ينفعش يمشي لوحده. الجمله دي كده اللي هي اسمها thesis statement، الجمله الاساسيه اللي في الموضوع اللي بيحكي لي فيها عن الطيار والطيارين والطيران. حلو. طيب هنا بقى في الجمله بيقول لك ايه؟ A thesis statement is a sentence that states what will be explained in the essay. الجملة اللي بتقول لك ايه اللي هيتشرح في المقال. ايوه هي دي فعلا. ما انت مجرد ما تقراها بتعرف الموضوع ده بيحكي عن ايه. A statement that catches readers attention، الجملة اللي بتجذب انتباه القارئ. لا دي اسمها attention. لو انت فاكر كنا بنقول عليها attention grabber، وبدل attention grabber يا شباب كان ممكن نقول عليها ايه؟ الهوك، الخطاف اللي بيخطف القارئ. concludes the essay، بتنهي المقال. دي الكونكلوجن. introduces يبقى دي الانترودكشن. what do we need to learn the unity and coherence techniques، احنا محتاجين ايه عشان نتعلم نستخدم اليونيتي والكوهيرنس. اليونيتي ان الموضوع يكون واحد، الكوهيرنس ان الافكار والجمل تكون مرتبطه ببعضيها. تعال نشوف بقى. اول واحده to increase words during the process of writing، ان احنا نكتر كلام. لا ما هو الموضوع مش بالكيلو. to make paragraphs logical وclear وcertain topics، خد بالك certain topics دي على unity، clear ولوجيكال دي على coherence، يبقى دي تنفع. to show your vocabulary and language skills، انك تبين لنا عضلاتك وقدرتك في كتابه الكلمات. لا ممكن تستهلك وتغلط. attract your readers attention، attract دي في ال attention grabber، يبقى كده الاجابه فعلا اصبحت رقم بي. طيب رقم 48 what should you do before sending an email، قبل ما تبعت اي ايميل كده تعمل ايه المفروض؟ check your spelling، انك تفحص السبيلنج بتاعك. او طبعا عشان ما يطلعش في كلام غلط. لوك ات يور جرامر، بص على الجرامر بتاعك. بدل ما تكون بتكتب المؤتمر بكره هتكتبه اول امبارح، وطبعا دي برضه صح. بروف ريد، انك تقرا قراءه فحص بحيث تفحص الجمل. يبقى اي بي اند سي كلهم صح. وات دو يو وين وات دو يو كليك تو ستارت ا نيو
ايميل، عشان تبعت ايميل جديد انت محتاج تعمل ايه؟ انا هوقف لحظه كده وارجع لك تاني. القوا معايا نظره يا شباب كده في الصفحه دي، ده ايميل يا شباب، ده صفحتي على الجيميل، تمام؟ عايزك تعرف حاجه، انا دلوقتي عايز ابعت رساله لحد، الطبيعي انك بتضغط على كلمه انشاء، انشاء دي لو انت معاك نسخه انجليزي هيبقى اسمها كومبوز، اضغط عليها كده هيفتح لك الموضوع ده، الى وبعدين الموضوع. طيب ليه ما كتبش فروم؟ لان معروف ان هي مني انا، فطبيعي هتتكتب الى دي اللي هي تو. الموضوع ده اللي هو سبجكت، هنا بقى كده بنكتب البودي بتاع الموضوع كله. طب انا عايز ابعت ملف، هتيجي هنا كده عند الحته دي هيظهر لك هنا ارفاق ملفات، يعني اسمها اتاتش. يبقى عايزك تفهم انت لما تحب تبعت رساله لحد بتضغط على كلمه انشاء اللي هي اسمها كومبوز. طيب عايز ابعت ملف يبقى اضغط على كلمه اتاتش اللي هي دي اسمها اتاتش. حلو كده الكلام؟ طب انا عايز اشوف الرسائل اللي وصلتني بقى، حد بعت لي رساله، بشوف هنا في بريد الوارد اللي اسمه انبوكس. يبقى لو انت عايز تشوف الرسائل اللي وصلتك بتشوف الانبوكس. طيب نرجع بقى لموضوعنا تاني ونشوف الكتاب اللي كنا بنحد فيه. هنا كده. هنا بيقول لك بقى على شيء وات دو يو كليك تو ستارت ا نيو ايميل، عايز ابعت ايميل جديد بضغط على كلمه ايه؟ كلمه كومبوز اللي هي اسمها انشاء. طب كلمه كومبليت يعني يكمل، اتاتش يعني يرفق لو انت عايز تبعت حاجه اللي هي اسمها ارفاق. سبجكت دي اللي هو الموضوع اللي انت بعته. السيمبلز يوزد فور بانكتويشن، الرموز اللي بنستخدمها عشان نعمل ترقيم ار كول بانكتويشن ايه؟ اسمهم بانكتويشن ماركس يعني علامات الترقيم. خلصنا كده الامتحان ده. ده كان الامتحان الخامس الجزئي. دلوقتي حالا هحل الامتحان السادس الجزء الكلي او الشامل يعني. او الامتحان اللي عليه الدور سواء الخامس او السادس الشامل. بعد ده مباشرة استنوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.